استاذه بعد اذنك ممنوع اي حد يرمي زباله في الكومباوند. وانت مين انت ان شاء الله عشان تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ حضرتك انا فرد الامن ومسؤول هنا عن النظافه بتاعه المكان، لو كده حضرتك ممكن تشيليها وترميها. اعمل ايه؟ اتجننت يا ابني ولا ايه؟ هو ايه اللي انزل والم الزباله؟ ده دورك انت مش دور انا. لا حضرتك دي مش شغلتي، شغلتي هنا انظم المكان مش اكتر ولا اقل. وبعدين دي زباله حضرتك، ممكن تشيليها وترميها في الباسكت اللي هناك ده. طيب لو ما عملتش اللي انا بقول لك عليه انا هوريك انا هعمل فيك ايه. طب ممكن حضرتك توريني انت ممكن تعملي ايه؟ تمام. يا سيف، سيف ها، خلينا بقى واقفين نشوف في ايه. انتوا ازاي ان انتوا تجيبوا الاشكال المعفنه دي هنا؟ سيف باشا انا ما كنتش اعرف ان هي تبع حضرتك والله، بس حضرتك معلمنا النظام وممنوع اي حد يرمي زباله هنا في الكومباوند، فحضرتك انا شفتها وهي بترمي الزباله فجيت قلت لها معلش هو ده ممنوع لان ده اللي انت علمته لي حضرتك، فلقيتها بترد عليا الرد اللي حضرتك شايفه ده. هي قالت لك ايه بقى؟ رد على سيف بي، قالت لي انت اللي تنزل تلم الزباله وترميها. يبقى تسمع الكلام وتنزل تلم الزباله وترميها. بس حضرتك ما علمتنيش كده، وبعدين ده انا بتعلم منك ومعرفش حضرتك انت طلبت مني طلب زي كده ليه. وما تعلمتش برضو ان الكلام ده بيمشي على اي حد الا المديرين اللي فوقيك؟ لا انا ما تعلمتش الكلام ده، انا اللي تعلمته من حضرتك ومن وليد بيه ان الكلام ده يمشي على اي حد مش على المديرين بس. هو انت هتاخده تدي معايا في الكلام كتير؟ مش قلت لك لم الزباله يبقى تنزل تلم الزباله. يلا. ولا انت عايز اكل عيشك يتقطع من هنا؟ لا حضرتك تمام. وبعدين ايه الخاتم اللي في ايدك ده؟ خاتم ده غالي عليا حضرتك. طب اقلع. دي حاجة شخصية يا ابني. ما تسمع الكلام، هو انت ايه عمالك انت ترد ترد ترد؟ ده تلبسه في البيت في خروجه، وبعدين خايف على ايدك وانت بتلم الزبالة تتبهدل. اقلع شيله في جيبك. يلا. خد دي كمان. خد. جدع. تاخد بقى الزبالة دي والباسكت اللي هناك دي كده ترميها. بالظبط. تسمع كلام سيف بي. وبعد كده ما تجادلش مع الناس الأعلى منك، وأي كلام تقولك روعة هانم تسمعه على طول بدل ما تمشي من هنا. والله انت كان المفروض ان انت تمشيه، بس انت عشان قلبك كبير يا سيف. لا معلش برضه، اصل احمد ابن حلال بيسمع الكلام وشاطر. جدع يا احمد. واضح عليه. هلا وليد بيه. انا اسف يا وليد بيه، والله العظيم انا ما كنتش اعرف ان النظام بتاع نظافه الكومباوند يمشي على اي حد الا المديرين. وحضرتك والله انا لميت الزباله ومفيش اي مشكله، هروح ارميها عادي يعني. ومين اللي قال لك ان النظام بيمشي على كل الناس ما عدا المديرين بس؟ انا اللي قلت له كده مستر وليد. بصفتك. بصفتي يعني اللي انا. بصفتك مدير عليك. وانا بقى بصفتي مدير عليك. بقول لك ان انا هرجع الزباله زي ما كانت لان الراجل ده مش هيرميها في الزباله. شغلتك هنا ايه يا احمد؟ شغلتي حضرتك انظم النظافه بتاعت المكان بس. وده اللي احنا اتعلمناه من حضرتك. استاذ وليد اللي انت بتقوله ده. واي حد يخالف المنظومه المفروض بنعمل معاه ايه يا احمد؟ يتحط عليه غرامه حضرتك. حلو. طيب يتحط عليه غرامه دوت لو موجود في الكومباوند زائر او مالك او مستاجر، انما لو شغال معانا هنا ممكن نمشيه من الشغل. طب بص تعالى يا سيف. بص انا عارف انت متضايق من الحركه، بس انا ده حتى فرد امن احمد ده، وبعدين بيتكلم خطيبته بطريقه وحشه، بقول لها انزلي لمي الزباله. انت اكيد لو مكانه معاك خطيبتك واحد جاي بيقول لك كده اكيد مش هتخليها توت تلم الزباله. صلاحيتك وانت مدير عليه خليتك تعمل ايه؟ انا مش قصدي اهين ولا قصدي ان انا اضايقه ولا قصدي ان انا اتكلم معاه. انت هينته اصلا.
كونك انك تتدخل في خصوصيات شغله وتقول له اعمل ايه وما تعملش، انت كده هنتو زي ما انا دلوقتي كده هخش في خصوصيات شغلك وههينك. بس اكيد طبعا انت مش هتعمل الكلام ده قدامه يعني. طيب انت شغلتك دلوقتي ان انت تراضي احمد متولي، لو ما عرفتش تراضيه انت هيتخصم منك، او لو حسيت بس ان الراجل ده مرجعلوش حقه انت هتمشي من الشغل انت والبت اللي جايه معاك دي. لا ما على ايه، انا هدخل اراضيه، انا عارف انا هراضيه ازاي. انا معايا. بص يا احمد، حقك عليا على اللي حصل، ما تزعلش مني برضو، احنا شباب ممكن نغلط عادي. انا عارف برضو ان الدنيا معاك مش احسن حاجه ومش متظبطه والظروف بايظه يعني، ف انا عارف ان ده هيراضيك. للاسف اسف بيه، انت فهمتني غلط. انا جاي هنا عشان خاطر اكلها بحلال، مش خاطر تهني. انت هنتني مرتين، المرة الأولى لما كسر بنفسي قدام خطيبتي خلاني ألم الزبالة، والمرة التانية بتهني فاكرني إن أنا هقبل إن أنا أدوس على كرامتي بسبب فلوس. برافو يا أحمد، دي برضه من قواعد الشغل اللي إحنا قلنا عليها، إن إحنا ما نخليش أي حد مرتشي يرشينا. أنت إيه اللي هانك يا أحمد؟ لأن حضرتك إن هو خلاني أتكسر قدام خطيبتي. طيب، أنت بقى سيف دلوقتي هتنزل تلم الزبالة زي ما زميلك في الشغل نزل لم الزبالة وهنتوا قدام صاحبتك، فانت هتنزل دلوقتي تلم الزبالة، يا إما هتمشي من الشغل، يا إما هيفوت عليك عقوبة وغرامة أكتر وأكتر، أنت ماضي عقد مع الشركة، فاتفضل. يعني يا مستر وليد ما ينفعش إن أنا أنزل ألم الزبالة؟ وأنا كمدير بقول لك إنك لو ما نزلتش لميت الزبالة هيقع عليك غرامة 50,000 جنيه اللي أنت أصلاً مش حملها، فاتفضل. مستر وليد مش هينفع ألم الزبالة. اتفضل لم الزبالة. العالي دايما في اللي اعلى مني، نلتزم قوانين العمل عشان خاطر ما نحسش بالاهانه، عشان طعم الاهانه ده بيبقى وحش وحش قوي. انت ادرى بيه، حسيته دلوقتي قدام صاحبتك، صح يا استاذه؟ طب انا كده خلاص عملت اللي عليا ولميت الزباله، اقدر ان انا مش اشوف شغلي؟ لا، اقلع يا احمد القميص بتاعك. ما هي الدنيا كده يا صاحبي، لازم عقوبه عليا وعقوبه عليك، اقلع القميص. وليد بيه انا ما عملتش اي حاجه عشان خاطر ان انا. طيب اقلع القميص. ما تقلع القميص وما تجادلش كتير، انت بتقوح ليه؟ وليد بيه والله العظيم انا ممكن اتاسف له تاني، بس انت عارف قسما بالله. اقلع يا احمد القميص. بعد ايه بقى للاسف؟ اقلع قميص فرد الامن، انت شغلتك ما بقتش فرد امن هنا في المكان. قلت لك. ما تقلع يا احمد. مفيش حد بيجي على الاعلى منه. ودي ضريبه وبتدفع بسرعه، بس عشان انا مستعجل وعايز امشي. وانا كده كده مسامح خلاص، عشان مستر وليد حكم انا مسامح، صح؟ مش اقول لك حسب الله ونعم الوكيل، عند ربنا بقى. زي ما قلنا شغلانه فرد الامن ما بقتش شغلتك، بقت شغله سيف. انت سيف هتكون فرد الامن، واحمد متولي هيكون مدير التنفيذي هنا في المكان. إيه؟ عشان خاطر هو حافظ على قوانين العمل. ايه ده؟ يا اما تلبس فرد الامن يا اما هتمشي من هنا. بتهيألي انت مش هتمشي من هنا لان انت دايما بتحكي انك عليك اقساط وعليك فلوس كتيره، فغصب عنك لازم تكون عبد الشغل زي ما الراجل ده كان عبد الشغل، بس الفرق ان هو شاف شغله وانت ما شفتش الشغل. فاحنا بس هنبدل الاماكن، الراجل ده هيبقى المدير التنفيذي لانه فاهم كويس قوي قوانين شغله، وانت هتبقى فرد الامن عشان مش فاهم قوانين شغله. يا مستر وليد مش هينفع كمان انت بتقوله ده، ما ينفعش يعني، انت تاني مره تهني. مفاتيح العربية اللي الشركة مسلمها لك جوه العربية، صح؟ ايوه. اما بالنسبة للأستاذة اللي معاك، احنا هنا في مكان بيتهيألي مفيش مجال ليه للحب والغرام واللفلفة. احنا في كومباوند وشغالين، لو عايز تثبت للي معاك انك شاطر في شغلك، اثبت بشغلك، ما تثبتش بمكانتك. اتفضل. طب يا مستر وليد اخر اتفضل اخر فرصة. طيب يا اما تمشي من الشغل خالص، صلاحياتي تخليني اعمل كده. يلا. برافو عليك يا احمد، انت شخص طموح وناجح، وباذن الله باذن الله مكانتك هتتطور عن كده وعن كده كمان. عايز اقول لحضرتك على حاجه،
حضرتك عملته ده خلاك في نظري حاجة كبيرة قوي. فعلا الأماكن اللي زي ديت ما ينفعش يبقى فيها مديرين غير زي حضرتك كده. الناس تحافظ على المكان، وأهم من هي تحافظ على الكومباوند تحافظ على كرامة الناس اللي شغالة معاك. وأوعدك يا وليد بيه أنا أكون على حسن نظام مع حضرتك وأشوف شغل كويس. أهم حاجة ما تكررش غلط أي بني آدم تاني، وما تستغلش سلطتك في الشغل بإنك تدوس على الناس. حاول دايما تجيب حق الناس، ودايما نمشي على قواعد الشغل. شوف شغلك يا ابو حميد.